لتصدي لهذه التسديدة القوية، وكانت أول محاولة لجس نبض بالنسبة للمنتخب الإيطالي. بدر القدوري لاعب فريق الوداد. بدر، كرة عرضية طويلة، لكن هناك المدافع زاغارو كريسيون. كما قلت، كل اللاعبين الإيطاليين يلعبوا بالدرجة الأولى، وبالأخص هناك اللاعب سعيد خرازي نجم المنتخب الأولمبي. سعيد خرازي الذي كان نجم في لعبة كونغوريا يراوغ أكثر اللاعبين. ممتازة ممتازة المحاولة، تسديدة جميلة للاعب زكريا أبوب لاعب فريق الرجاء البيضاوي. أيضا كانت محاورة فنية للاعب سعيد خرازي في الجهة اليسرى، يومي في الجهة اليسرى، تمويه تمريرة جيدة عند حميد عطية. ممتاز حميد عطية، يسدد والحارس، تسديدة قوية للاعب حميد ناطير على الصورة لاعب فريق رجاء، لكن كان هناك الحارس بيغولو جان لوكا الذي يتدخل على إثر هذه التسديدة القوية برجل اللاعب حميد ناطير. لاعب المنتخب المغربي الآن يوجدون في منطقة العمليات، ومراقبة أيضا للاعبي المنتخب الإيطالي تنفذ. تسديدة قوية كانت قريبة من مرمى الحارس عمر الشرف، وكانت من طرف اللاعب أكاتسوني سيميولوكا عميد المنتخب الإيطالي ولاعب فريق مونزا. إذا قلنا مونزا فنعرف بأن هذه المدينة تشتهر بسباقات شبه غائب في اللقاء. سعيد خرازي، زكريا عبوب، خرازي، زكريا عبوب، اختراق، محاولة عند حميد ناطي. ممتازة ممتازة، محاولة ممتازة للمنتخب المغربي، تسديد، هدف هدف لمائدة المنتخب المغربي بوسط لاعب زكريا عبوب، بحيث أن المحاولة كانت جميلة منذ بدايتها. وسوف نشاهد بالعاد البطيء منذ انطلاق الكرة كيف تمكن اللاعب زكريا عبوب من اختراق الدفاع والتسديد في شباك الحارس بيغولو، والهدف الأول لفائدة المنتخب المغربي أمام المنتخب الإيطالي. فالمنتخب المغربي بحث بكافة الوسائل عن الممر، وتمكن اللاعب زكريا عبوب لاعب فريق الرجاء البيضاوي من إسكان الكرة في شباك الحارس بيغولو جيانلوكا. إلى الدور النصف، تمت حسن المعتز، بوعبي، ضربة رأسية من أقوى الوردي، ممتازة، بوعبيد بوعبيد أشد عمير بوعبيد، الكرة مرت جانبا، تسديدة قوية من رجل اللاعب بود البوعبيد على الصورة لاعب فريق لانس، والذي يشبه في تسريحة شعره باللاعب مصطفى حجي لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي الذي انتقل من كوفنتري إلى أستون فيلا. يبحث عن اللاعب زكريا عبود، محاولة جميلة للمدخل المغربي، هدف، ضربة رأسية، ضربة رأسية جيدة حيث كان تدخل المدافع الإيطالي، وركنية لفائدة المنتخب المغربي. كان تدخل أمام اللاعب بوعبي الذي نشاهده بالعرض البطيء على إثر تمرة من اللاعب رضوان الوردي. زكاردو الظهير الأيمن، زكاردو المرير، خطيرة المحاولة، خطيرة، هدف 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 تعادل، خطأ في التموضع الدفاعي، مثل هذه الكرة تكون خطيرة بحيث أن أي مدافع لا يترقب خروج المهاجم. هداف المنتخب الإيطالي اللاعب سكولي كريسيبي لاعب فريق كرونتيني، أحد أندية الدرجة الرابعة في إيطاليا. خروج اللاعب سكولي لم يتوقعه أي مدافع، كان خروج مباغت، كان هناك خطأ في التغطية، لاعب بدون رقيب يسجل هدف تعادل. لاعبين المنتخب المغربي، خطير هذا التسديده، خطيره خطيره، خروج الحارس، اوه
سوء تفاهم بين الحارس عمر الشرف وأيضا المدافع عبد الواحد عبد الصمد الذي أصيب. فمثل هذه التمريرات العرضية تكون خطيرة على المدافعين. ضربة رأسية للاعب سكولي مسجل هدف التعادل. وكان تمريرة خطأ لفائدة المنتخب المغربي. وفي هذه الأثناء الحكم نيكاولوس أجيلاكيس يعلن على نهاية الشوط الأول بالتعادل. إصابة لمثلها بين المنتخب المغربي والمنتخب الإيطالي. مسجل الهدف الأول لفائدة المنتخب المغربي هو اللاعب عبوب زكريا، ومسجل هدف التعادل اللاعب سكولي غويسيبي. وقت لمتابعة الشوط الثاني من لقاء المنتخب المغربي بالمنتخب الإيطالي. الشوط الأول وكما تابعنا انتهى بالتعادل، إصابة لمثلها. كان بالنسبة للفريقين فلم يحدث أي تغيير. فترة الاستراحة يبو كرة قصيرة وهي قوة هذا المنتخب. هذه محاولة خطيرة للمنتخب الإيطالي للاعب غالايو، ممتازة تسديدة غالايو إيمانويل لاعب فريق تورينو. تسديدة قوية جيدة بعيدة عن القائم، قائم الحارس عمر الشرف. سنشاهدها من زاوية أخرى، تسديدة بالرجل اليمنى وأيضا كانت متابعة. دائما المنتخب الإيطالي خطير في هذه العمليات. سوء التغطية، تهدر ودائما سوء التغطية الدفاعية، خطأ في التغطية الدفاعية. لحسن الحظ اللاعب سكولي لم يحسن استغلال هذه الفرصة الذهبية. اللاعب سكولي مسجل هدف التعادل. رضوان سعيد خرازي، سعيد امامه اللاعب معتز شادي عمال تراويغ، محاول معتز، تسديده بعيده شيئا ما على مرمى الحارس بيكولو. ممتاز حسن معتز الظهير الايسر بفريق الجيش الملكي. ويعد نتاج مدرسة فريق الجيش الملكي. نشاهد بالعرض البطيء ومحاولة الهجوم بواسطة اللاعب حسن المعتز الظهير الأيسر. هو يحسن التسديد. إذن خروج حسن المعتز وسوف يترك مكانه لمصطفى العلاوي لاعب فريق المغرب الفاسي على الصورة. القرعة ويختار أحسن فريق ثاني حسب المقاييس التالية. إذا دخول جواد أقدار على الصورة، عوض اللاعب حميد ناطير لاعب فريق الرجاء. قلت يختار أحسن فريق ثاني حسب المقاييس التالية، أكبر عدد من النقاط المتحصل عليها في حالة تساوي في النقاط. مهاجم يدخل في خط الدفاع. الحارس محاولة خطيرة وهدف ثاني للمنتخب الإيطالي. أخطاء ترتكب في خط الدفاع. هدف اللاعب فيرو ماركو اللاعب رقم 20. كما أسلفت الذكر، أخطاء ترتكب في الدفاع تستغل بشكل مجاني للإيطاليين. خروج الحارس لم يتمكن من الكرة. كرة فوق طبق تهيأ للاعب فيرو ماركو والهدف الثاني لفائدة المنتخب الإيطالي. إذا المنتخب الإيطالي متقدم بهدفين مقابل هدف واحد. تمريرة خاطئة أن المامورية صعبة بالنسبة للمنتخب الوطني. إنذار وطرد لأن عبد الواحد عبد الصمد له إنذار، وهذا الإنذار الثاني وطرد لعبد الواحد عبد الصمد ويقصى من اللقاء. النقص العددي سوف يؤثر مرة أخرى على المنتخب المغربي. خروج لاعب مدافع
جيد في التغطية الدفاعية سوف يؤثر بشكل كبير على دفاع المنتخب المغربي. طرد أو بالأحرى حركة مجانية من عبد الواحد عبد الصمد، يعرف أنه له إنذار، ونشاهد كيف ضرب بمرفقه اللاعب الإيطالي. أذكر بأن المنتخب الإيطالي هذه خطيرة، هذه محاولة خطيرة خطيرة جدا خطيرة جدا. والحارس عمر الشارف ينقذ الموقف وإنذار، تكون ورقة حمراء للاعب رقم 21. إذا طرد اللاعب بريتشوري أليساندرو، الطرد الثاني في هذا اللقاء لفريق ليتشي. الحارس عمر الشارف ينقذ الموقف بتدخل شجاع. بدر قدوري اتجاه بوعبيد، بوعبيد بودان يسدد وكرة بعيدة، وفي هذه الأثناء الحكم اليوناني نيكلاوس أجيراكيس يعلن على نهاية اللقاء بتفوق المنتخب الإيطالي أمام المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف واحد. لكم تحيات فريق التغطية العربي الموحد لاتحاد إذاعات الدول العربية من تونس خضراء، شكرا على متابعتكم.